كيفك يا رتوش؟ تمام ماشي الحال. شلون الشغل؟ بسيط كتير، اليوم طول النهار ما اجانا ولا مريض، بس قبل شوي انطلب الدكتور اسعاف. بعرف، ما انا رتبت له هالمشوار لحتى اقدر اقعد انا وياكي واحكي معك. معي انا؟ ايه ايه. بدك تفتحي لي راسك منيح لانه بدي احكي معك كلام مره واحده وما راح اجيبه. هذيك الهام، انت ليش قدام الناس هيك بشوفك مره ذكيه مثقفه شخصيه قويه، وقدام زوجك بتنقلبي بتصيري العكس وبتصدقي شو ما بيحكي لك؟ يعني قصدك القصه اللي حكى لي اياها عن روعه كذب؟ سألي حالك، معقول؟ معقول لك إلهام؟ في عاقل بالدنيا بيصدق هيك قصة؟ طيب ليش ليكذب؟ ما بعرف، بس يمكن حس إنك شاكة إنه في علاقة بينه وبين روعة، قام اخترع لك هالقصة لحتى يشيل الشك من قلبك. آخ يا ربي، راسي رح ينفجر. على قد ما كنت حبه صرت أكره وأقرف منه. بدك نصيحتي؟ انسي كل شيء وتصرفي بشكل طبيعي وما تبيني شيء، بس بنفس الوقت خلي عيونك مفتوحة واوعى تبرري أي تصرف من تصرفاته. طيب برأيك منشان روعة واجهها؟ لا، شو بدك تستفيدي؟ أصلاً هن بيكونوا لاعبين اللعبة سوا. بالمناسبة وينه؟ ما بعرف، اتصل في واحد وطلع يشوفه. عرفتي تمام شو لازم تعملي؟ ايه عرفت. عندك شي اسئلة؟ لا، بس خايفة. اوكي طبعا لازم تخافي، لأنه قصة مو سهلة، شغلة كبيرة كتير. بس خايفة. ممكن تعفيني من القصة؟ رنا، والله مو قصدي ضايقك، بس عن جد مو وقتها. وكمان مالك قد إنك ترفضي لي طلب، ما؟ ما بكفي إنك دمرت حياتي من سنين، هلا جاي تكمل على الباقي. رنا، أنا ماني جاي لحتى أسمع موشحات من الماضي، أنا جاي فهمك شو بدي وبس. حاضر. شطور دحام. ما بتخاف على بناتك؟ ما بتخاف حدا يعمل ببناتك مثل ما عملت معي؟ أنا بناتي ما حدا بيسترجي قرب عليهم.